وزير التضامن الاجتماعي معانا، خبر من وزارة التضامن، خبر مهم جدا بيهم كل المهتمين بمسألة الحرف اليدوية ومشروع الأسر المنتجة والناس اللي هي مشاريعها متوسطة أو صغيرة وبتدعمها وزارة التضامن. النهاردة وزيرة التضامن مع وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء أثناء تفقدهم لمشروع أيادي مصر لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تم إطلاق كارت حرفي. الكارت حرفي ده للعمالة لتوفير خدمات تأمينية وصحية للعاملين في هذا المجال. الخدمات اللي بتقدم دي هتكون هدفها الرئيسي الإبقاء على المستوى العمالة الحرفية والمهنية من العوامل المحيطة اقتصاديا، وفي إطار اللي هو دعمهم والاستمرارية. استمرارية المشاريع دي لازم يكون في تأمين ومساعدة من قبل الوزارة، وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء قاعدة بيانات. ده أمور مهمة جدا في المجال ده. التفاصيل أكتر هنعرفها مع الأستاذة ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي. أستاذة ميرفت، برحب بحضرتك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. فكرة الكارت الحرفي يعني جت منين أصلا؟ اولا واحنا حاليا دلوقتي بنعمل تطوير لمشروع الاسر المنتجه. مشروع الاسر المنتجه اطلقته الوزاره من سنه 1964، وكان بيستهدف يعني تمكين الاسر اللي حاصله على الدعم النقدي وتمكينها اقتصاديا، وبالتالي خروجها من نظام المساعدات النقديه. الورشه اللي تم افتتاحها بالامس من معالي وزير التضامن ومعالي وزير التنميه المحليه، ده كان في اطار اعمال البروتوكول الموقع ما بين الوزارتين في ابريل 2023. أيوة. وكان انشطه البروتوكول بتتكلم على توفير الدعم الفني والتدريبي للاسر المنتجه، وده من خلال انهم بيدربوهم على اليه التسويق والتفعيل. احنا حاليا دلوقتي ومعالي الوزيره خلال الورشه بالامس استعرضت رؤيه الوزاره فيما يخص تطوير منظومه الاسر المنتجه، بدايه من انشاء قاعده البيانات وانشاء منصه لتسجيل الاسر المنتجه. الاسر حاليا بتبقى محتاجه عشان تسجل نفسها انها تتقدم للوحده الاجتماعيه التابعه للتضامن، بتقدم مجموعه من الاوراق وصور وعينات من المنتجات. احنا حاليا دلوقتي بصدد ان احنا نعمل منصه الكترونيه بحيث ان يتم التسجيل الالكتروني، وتتم الاسره ان هي ترفع صور منتجاتها على المنصه، وبالتالي انشاء قاعده البيانات. في الحاله الثانيه برضو معالي الوزيره اتكلمت على اطلاق كارت حرفي. كارت حرفي ده المستهدف منه ان هو يقدم بعض الخدمات التامينيه، اولا بالتنسيق مع هيئه قوميه التامين الاجتماعي ان احنا ندخلهم على منظومه التامينات والمعاشات، او من خلال منظومه التامينات التكميليه زي وثيقه معاشك بايدك، وده تم اطلاقها بالتعاون مع الشركه الحكوميه مصر للتامينات. نفس الوقت بننسق مع هيئه التامين الصحي الشامل ان احنا بنمدهم ببيانات العماله غير المنتظمه، وطبعا القطاع الحرف اليدويه احد القطاعات وفئات العماله غير المنتظمه، الى جانب بعض الخدمات الاجتماعيه زي مبادره تكافؤ الفرص التعليميه وتكافؤ الفرص الصحيه، وبرامج، والاهم برامج التمويل اللي بتقدم لهذه الاسر اللي بتتم تدريبها خلال مراكز الاسر المنتجه، ودول 421 مركز على مستوى الجمهوريه، او من خلال مراكز الجهات الشريكه مع وزاره التضامن وفق البروتوكولات اللي بيتم توقيعها. كمان احنا حاولنا ان احنا نربط ما بين مشروع الاسر المنتجه ومنصه ايادي مصر، ودي منصه تسويق الكتروني، بحيث ان احنا بنخلق فرص تسويقيه جديده، مش بس بنكتفي على المعارض الكبيره المجمعه زي معرض يارلا اللي بيقام. احنا السنه دي اقمنا حوالي 25 معرض، ولسه على اجنده الوزاره حتى نهايه 2023 ثمان معارض، منهم معظمهم معارض خارج مصر مستهدفه المنطقه العربيه وافريقيا، وده بحيث ان احنا بنساعد هذه الاسر في يعني التوسع، وفي نفس الوقت تخليق المزيد من فرص العمل، لان ده قطاع كثيف العماله، وكثيف العماله كمان من السيدات، قطاع واعد جدا مصدر للعمله الاجنبيه، فبالتالي بيساعد في تنميه الاقتصاد القومي. طيب هرجع للكارت الحرفي استاذه ميرفت، كيف يمكن الحصول عليه؟
لا هو معالي الوزيرة لما عرضت امبارح قالت الرؤية، احنا حاليا لسه بصدد بنشتغل عليها. من الكارت مع الجهات الشريكة، لأن الكارت مش بس هيقدم خدمات وزارة التضامن ولكن خدمات أخرى. يعني احنا بنتعاون وبنلصق مع البنك المركزي حاليا، أصحاب الحرف اليدوية من حقهم أن يتوجهوا لأي بنك ويفتحوا حاجة اسمها حساب النشاط الاقتصادي، وده مجرد بالرقم القومي بدون رسوم إدارية عشان زيادة الشمول المالي وإدماجهم. في نفس الوقت إن احنا بنوفر لهم تمويلات ميسرة سواء برسوم إدارية أو برسوم فايدة مخفضة بتتراوح من 5 لـ11%. فدي الامتيازات اللي بتتقدم هيقدمها الكارت، ولكن احنا بصدد خلاص الانتهاء ان شاء الله من الكارت ان شاء الله. بالنسبه لقاعده البيانات للعاملين في مجالات الاسر المنتجه والحرفيه، تصنيف العماله بيتم بناء على المهارات ولا على حجم الانتاج ولا على ايه فهم؟ احنا عندنا حاليا بتبقى قاعده البيانات مصنفه بناء اولا التوزيع الجغرافي، مين الاسره، مين رب الاسره اللي بيشارك معانا في المعارض وبيتولى عمليه التسويق، نوع المنتج اللي هو بيشتغل فيه، الحاله الاقتصاديه والحاله الاجتماعيه، وبالتالي بناء على كده بيتم حاليا اعاده المنظومه بحيث يتم يعني ترشيد الدعم المقدم لهذه الاسر، لان في بعض الاسر فيهم بتبقى من الاسر مستحقي الدعم النقدي، في بعض اللي هم من اشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه او من الناس كبار السن، ودول بيتم يعني دعمهم او اعفائهم من رسوم الاشتراك في المعارض اللي بتقومها وزاره التضامن الاجتماعي. فاحنا حاليا بنحاول ان احنا نتوسع في الدعم الموجه، وفي نفس الوقت ترشيد التمويل الموجه للمشروع الاسر المنتجه، بحيث ان احنا نركز اكتر على موضوع التصميم وجوده المنتج. وحاليا في يعني مناقشات مع الاشخاص الجهات الشريكه في هذه المنظومه، انه عند حضرتك يبقى في جهات حكوميه وعندك قطاع خاص ومجتمع مدني شغال في هذا القطاع. فدي حاليا احنا على مدار شهرين بيحصل حوارات ومناقشات مع كل الجهات المعنيه في اليه التطوير هتتم ازاي، لانه لو بنبص على مستوى العالم سوق الحرف اليدويه بحوالي 680 مليار دولار، يعني يعني سوق كبير العربيه قبل 1%. طيب يعني نعتبر ان مساله اطلاق او الاعلان عن الكارت الحرفي ده ميزه اضافيه بتحول مساله الدعم النقدي لدعم خدمات. يعني هو يعني الى جانب الدعم النقدي، عشان كده دي اهميه قاعده البيانات. قاعده البيانات هتبقى مصنفه وفقا للوضع الاقتصادي والاجتماعي، ففي جزء بيبقى متلقي دعم نقدي لكن في جزء غير مستحق للدعم النقدي، فاحنا بنبدا ندعمه من خلال خدمات ثانيه سواء خدمات تمويليه او تدريبيه ودعم فني او تسويق، او ان احنا بنساعدهم في مجال رياده الاعمال. وده في حد ذاته اهتمام بالفئه دي من العماله. وده اللي كان الهدف في ورشه العمل اللي تمت، وبناء على هامشها حصل معرض ايادي مصر، حصل تفقد للعارضين او المنتجين عفوا في الحرف اليدويه. تم التحدث معاهم خلال المعرض، تم تلقي عده طلبات، يعني بعضهم يعني اقترح وتقدم بطلب ان هو ممكن يساعد الوزاره في ان هو يقوم على تدريب السيدات والشباب الراغبين في الدخول في مجال الحرف اليدويه، بروتوكولات تعاون انها تبقى مع جامعات اكاديميه في مجال الحرف. جميل، كل ده جميل، هي تساعدنا في التدريب. هل استاذه ميرفت احنا عندنا احصاءات بالنسبه مثلا لحجم الانتاج للحرف اليدويه عندنا في مصر؟ موجود الكلام ده؟ نقدر نعرف الاحصاءات او اخر حاجه للاسف يعني الاحصاءات مش محدثه يعني ومش متاحه، ولكن وفقا للصادرات كنا بنتكلم في 2020 حوالي 202 مليون دولار، فده رقم زايد جدا. طبعا اكثر المحافظات كبير اللي فيها نشاط حرفي اكثر فين يا فندم؟ لا بص يا فندم، هو المنتجات اليدويه متوزعه وفقا لكل محافظه، يعني لما حضرتك تتكلم على السجاد وده اللي كان باين في معرض ايادي مصر، كنا بنتكلم على النوفيه
والغربيه، وكان عندنا الفيوم، عندك الشغل التاني بيبقى في سوهاج، وشغل يعني الكوفرتات اللي بتتعمل على الانوال برضو دي في محافظه في اخمين في سوهاج برضو. لما بتكلم عن الفخار حضرتك هتلاقيه في الفيوم، شغل السيناوي، شغل التراثي بنلاقيه في سيوه، الحاجات المنتجات الغذائيه طبيعه اهتمام كل محافظه كل وكفر الشيخ طبعا مشهوره بالكليم المصري. مظبوط. الأستاذة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا في التاسعة يا فندم.